اسمع من عليك اسمع من عليك. لا ازاي ممكن اتصرف مع حضرتك؟ يعني عايز اتصور مع عليك. لا براحتك براحتك. الصلاحيات بتاعتها واهليتها في مراجعه القوانين والقرارات اللي هي خدتها في الفتره اللي فاتت. فاحنا الحقيقه في مرحله غريبه من تاريخ مصر. المرحله دي لازم نحسن استغلالها، واحسان الاستغلال هنا بتطبيق بالفعل، مش عن تمكين الشباب ودخول الشباب الى المناصب القياديه في الدوله. نفس الموضوع بالظبط. ولو تفتح الجرايد تلاقي نفس الحوارات بتتم بشكل مستمر. هل احنا ما بنعالجش الازمه؟ اعتقد انه في جزء كبير من المشكله اللي بنواجهها في مصر احنا مش بنعالج الازمه. النهارده فكره تمكين الشباب كما قالت الدكتوره رباب، انا برضو بعترض شويه على فكره انه نخص في ناس عندها 70 سنه ولكن و 80 سنه ديناميكيه وتقدر تفكر بشكل كويس وقادره على الانتاج وقادره على الابداع وبتشوف العصر اللي بيحصل في العصر وتجاري. وفي ناس عندها 20 سنه ولكن عقولها ديناصوريه زي العقول اللي حكمتنا لفتره طويله جدا. اتمنى لو احنا بنفكر في اليات اول حاجه تبقى انه نحترم سن المعيشه، لانه الاجيال في اجيال اتظلمت كتير، الجيل الثاني والثالث. الناس دلوقتي الاغلب لابد ان يحترم ويقدر دورهم اللي هم بذلوه في مؤسساتهم، ولكن في نفس الوقت لازم تصعد الاجيال اللي بعديهم، ولازم الشباب اللي في الاعمار من 30 ل 40 سنه يبداوا يشوفوا مناصب قياديه حقيقيه داخل المؤسسات، خاصه المؤسسات الحكوميه. وانا بعد الانتداب مشيت انه لازم يكون في تغيير من الاعلى، واتمنى اشوف في الحكومه الجديده ايمان حقيقي بالشباب، لانه الشباب هم عماد المجتمع والحاجات اللطيفه دي. بس بعد كده لما بيروحوا يعينوا برضه الناس الكبيره بنفس الفكره اللي هي الخوف من التغيير، واصل الشباب ما عندهمش خبره، اصل الشباب مش عارفين، اصل هم متهورين وهكذا. وبالتالي طالما استمر هذا الخوف مش هيحصل تغيير حقيقي. فاتمنى انه القياده العليا للبلد تبقى فاهمه ازاي تتعامل مع ملف تعيين الشباب داخل، يعني تعيينهم كقيادات للمؤسسات. انا همشي. استنى